سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح امبارح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرولس بمحافظة كفر الشيخ، واللي بيعتبر الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة. الحقيقة أن المشروع ده إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى اللي بتشتغل عليها الدولة لتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، طبعا لأن المشروع بيحقق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء واللي بتستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة، وممكن بتفتح المجال قدام استثمارات جديدة بتدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.